استاذي الكريم، انا قدامك تنطالب ان السيده اللي بغات ترجع، انا فاتح لباب الرجوع، ماشي حيت مدلول، ماشي حيت انا كنقدر. لا استاذ، ماده الانجليزيه. نعم نعم نعم، اللي عنده ميساج زوين في امريكا باش نبقاو في صلب الموضوع. قلت لا، زعما ما يكونش حل ودي زعما بينك وبين الزوج لحد الان. انا قدامك اخويا، لاباسكش مزيان، الله يحفظك. مايكل جاكسون، لا ما كيعرفوا دابا هضرت هادشي. كيدخل عندي يزيدوا حصه، كنهضر على مايكل، على توباك، على كاع محمد علي، على كاع المشاهير السمرديله ديالها، عرفتي كتالم وقلت خا مسدود عليها. وكيعرف الاغنيه ديالك انت كتبقى فيك على هادشي اللي كتعيش. فعلا فعلا بزاف بزاف، لان انا ما مطمئنش عليها بتاتا. انا دابا باغي طالت بهذاك الشيء الحضانه وما خداوش بالامور والشيء كيدير. الحضانه كتبقى للام، تبقى للام، ولكن كاين مسقطات الحضانه من الاهمال ما تبقاش تخلص، ما بغاوش، بغاو هي المراه اللي تخلص تخرج السوق، وتخرج السوق وتمشي الحاضن وكذا. وكتبقى دير لي هذه الهضره هذه، واخا انت ما مخلصه شهرين ديال المدرسه، فلوس كي كيمشيو. واخا دابا قلتي حكا في الكتوبه بغا نراجع معاها عند فرص الفرنسيه الغد الاثنين، لقيت ليمونه خامجه ممعوسه دايزه واحد المده زمنيه طويله، وخانزه الكارطابل. معنى اي واحد يقيس هذيك الكتوبه خاصهم يتعقموا كاملين، فهمتي؟ ولقيت واحد دانون ديال هذا مارك، بلا نقول ماركه، مفتوح وتا هو مهمل، العواشق، المعالق زعما، والفرشيطات، كلينكس، كل شيء داخل في بعضياته، وهذاك الشيء في الكارطابل. زعما كتقول انا كنفضل بنتي نخليها في لا كونتين على كنت، لان تهزها وديها وتغديها وتجيبها. انا كنمشي من هنا لمدينه المنصوريه باش نجيبها وبعد عليا الحال، وكنغامر ونطيب وكنرتاح، لان انا مقري في العشيه في المؤسسه العموميه، كنرتاح لاني بنتي نشوفها واكله شاربه مرتاحه، واخا راه فيها تماره نهزها وجيبها. حسن اللي مخليها في لا كونتين عاد واحد الحبيبه فرج ليها بحال واش بنتي صغيره، ما كنخليش تحيد السبرديله ديالها، عرفتي؟ كتالم وقلت خا مسدود عليها. وكيعرف الاغنيه ديالك انت كتبقى فيك على هادشي اللي كتعيش. فعلا فعلا بزاف بزاف، لان انا ما مطمئنش عليها بتاتا. انا دابا باغي طالت بهذاك الشيء الحضانه وما خداوش بالامور والشيء كيدير. تبقى الام، ولكن كاين مسقطات الحضانه من الاهمال، من عسات الرحيم، من هذا الحوايج. وباقي لحد الان من الفيديو اللي انتشر بزاف ديال عيد الاضحى ومنعتني، باقي الان ما دارش معايا بتوش معايا في الفيلم، في الملف. واخا عيد الاضحى بغيتي تشوف الاغنيه ديالك منعتني، والفيديو اللي تصور خداته مجله 24 وحطاته وانتشر بزاف. نعم، عطيني باش تحط في التفاصيل اكثر، حاجه بحاجه باش المشاهد كامل حتى هو يفهم القصه. نعم، كدير الواجبات ديالك حق. نعم، وفوق الواجبات، لان هي دابا كتبغي تعطيني نعطيها كاش شي مرات ما بيناش نسى، ولا لي بون كونت ولي بون زامي كرسل ليها في الكونت ديالها. جيستيفي كوم كوار، عطيتها مره 7000 درهم، مره 2000 درهم. والمشكل انك فلوس كتقول لي مؤسسه ان كتخليني نمشي نشوف بنيتي وكذا، نهزها ونغديها فقط الاثنين ولا اربعه، حتى كتكون قريتي استاذه في العمومي، كتقري كنمشي نهز البنيه. وكان كيقول لي عافاك خلاص استاذ، يقول عطوني لو غيب ورسل لكم انا، ما باغيش يرسل لي لو غيب باش نرسل لها، حيت انا زيد كيدير كونسوماسيون باش تخلص، ما بغاوش، بغاو هي المراه اللي تخلص تخرج السوق وتمشي الحاضن وكذا. وكتبقى دير لي هذه الهضره هذه، واخا انت ما مخلصه شهرين ديال المدرسه، فلوس كي كيمشيو. عندها مشكل في المعده ديالها، عندها مشكل في الاكل، ما بقاش كتبغي تاكل، كتاخذ لي فقط ما هو سباغيتي بصوص طوماط ايطاليان وكفته كذا، طايبه بواحد الطريقه خاصه بهذا، ولا اندومي، ولا لي شيبس وكذا، ولا مابقاش كتاكل هذاك الشيء ديال المرقه ولا هذا، لان كانوا هما كيديروا، بابا داير واحد الريجيم ساك وفرض على بنتي اتين بالسوس وكذا. الدريه باقا صغيره، حنا كبرنا هكذا بالضوانه بموت. كيفاش الام ان دايره الريجيم لبنتها؟ دير ريجيم، كريجيم قاصح بزاف. دابا انت حقدات على، انت معيش ما باش تحكم على هادشي اللي كتقول. كتقول لي كتقول لي بابا انا كنبغي هذا وهذا، وماما ما كتعطينيش داكشي اللي كنبغي ناكل انا. انا كنشري لي هذاك الشيء باغ اكزومبل اللي كتبغي هي ديال الشيبس وكذا، كتباع هكذا برينغولز باغ اكزومبل، ماشي بندور الماركه، ولكن هي راه شيبس اللي فريمون ماشي بحال شيبس اخر اللي رخيص، شيبس اللي تقدر تاكلو وتقهم. وي بالمعنى ديال السقاطه، كتشري السقاطه مره ما فيها باس، انا دري عايش واحد بلا ستريس، بغا تاكل داكشي نفس الوقت ماشي مشكل. لي بيسكوي اللي كيعجبو ماريا باغ اكزومبل، واحد بيسكوي طاير سميت ماري كولون، كنشري ليها هذا دوان خلاص، ما كنتحاسبش في الامور. حاولتي ان ديروا واحد السنه وصل لما ليكون صلح؟ كجريت ومازال الان كنجري في الصلح، لدرجه ان كل مره كتبغي شي حاجه تقولي، كتقول لي بنتي ماما بغات كذا، ما كرهتش جيب لها كذا من كذا، كنجي كنتقدى شي حاجه طايبه على الفاخر، دجاج كذا كنجيبو، ما كنتحاسبش معاه، كنقول لعل وعسى خير، كنمشي واش راه خير، كنقول راه مزيانه حاجه جيب لي، كنمشي ناخذ كنطوع نجيب لها من 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 ما هو مادي، زعما تشري لها شي حاجه باش زعما ترضي عليك. علاش ما حاولتيش دير واحد شي حد من العائله؟ مشاو رسلنا ثلاثه الائمه من المحمديه لبا اللي في مدينه اخرى، ورجع عليهم، هذا رسلنا ائمه بمعنى بالصلح بالائمه، ورجع عليهم بطريقه. الاشكال ديال الاشكال اشكال ونساب، ما هي مرتاحه من جهه، يعني ما هي محرومه من الاب عايشه مع الام، حنا كنعرفوا البنيه الصغيره كتبغي يعني تكون تبغي تشوف الحنان ديال الاب والام، تبغي تعيش يكون هذاك الشيء متوازن وسط الاسره، يكون توازن.
نعم المشكل بدا بالعائله والديها كيشوفوا المحبه الاطفال تجاهي قبل ما تزاد بنتي اصلا عاد لي جي فيديو سمعت لعبه جي تي ا كذا كيبقى يسوق الطوموبيلات كندير معهم الخاطر كيبغيوني الاطفال من عند ربي ما عاد ربي عطاني القبول هما غاروا من القاضي قالوا لي جي بنتو تزادت يمكنش دابا نسابك غيروا من كيقولوا لي نوضوا من الحدا من بقاو جالسين نوضوا ديروا شي حاجه اخرى بحال كيبقاو جالسين كنهضروا نسلموا على جدهم بوات الطليقه ديالي هذيك بوات زوجتي هذيك الساعه ما كنهضروش يسلموا عليه كيبقاو جالسين حدايا فاش كنمشي نزور عائله الطليقه تيدا وزاد لي كمل هادشي فاش زادت بنتي مشات بغات تعطي هي الحليب وتسكتها انا بنتي بغا نهزها هي سبقتني وزدت اختها قلت لها لا هادشي راه قلت لها الدراري كنت خلعتها اكثر قال لي بعد انت ما تعرفش هادشي شغل العائله تبعوني بحال انا خويا الدار ونمشي عند ولد خالتي في السماعله تما حدا واتزم وبقى انا خاوي للدار ديك الساعه كنت واتزم خليهم بيناتهم انا بغا نشوف بنيتي بغات تكبر قدامي يس اخويا لباسك شنو مزيان الله يحفظك و... مايكل جاكسون كيعرفوا دابا هضرت على شي كيدخل عندي يزيدوا حصه كنهضر على مايكل على توباك على على كاع محمد علي على كاع المشاهير اللي عندهم ميساج زوين في امريكا باش نبقاو في الموضوع قلنا قلت علاش زعما ما يكونش حل ودي زعما بينك وبين الزوج لحد الان انا قدامك استاذي الكريم انا قدامك تنطالب ان السيده اللي بغات ترجع انا فاتح لباب الرجوع ماشي حيت مدلول ماشي حيت انا كنقدر لا استاذ ماده الانجليزيه نعم 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 كنقول لكم مثال استاذ لكن ما قلتش ونعم خاصه نكونوا عبره في التواصل وفي التعامل عادي نشوف النقاش في اي عائله كيكون نعم نعم كيكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء التعكاس بين المراه والراجل في علامات الساعه راك ولي الشيطان كيدخل بزاف بين المراه والراجل في هذا الوقت هذا طلاق ولا ناقص الخطر كيدق في ناقص الخطر ديال الطلاق دابا حنايا كنقولوا نكونوا واعيين ونكونوا هكذا قدروا على ود الاطفال راه انبياء راه لوط ونوح ما طلقوش عائلتهم في القران مرأة فرعون ما طلقاتش فرعون معنى صبروا على عائلتهم الطلاق راه ابغض الحلال عند الله سو الناس خاص يعرفوا بانه راه الاطفال كيضروا انا دابا تخيل امك وباك مطلقين راه ما تقدرش تجيك سالاش ما مرتاحاش دابا انت كاب ملي كتشوف هذوك الوليدات كتقريهم وكيجيو الاولياء العمر ديالهم كيدوهم وانت يعني محروم من وهي محرومه احساس يعني داروا معايا الزويل اول مره 3 سنين خلوني المسيره الخضراء نمشي نحضر ملي حضرت بنتي كنلعب انا يوغو بلوكس كنتفاعلوا كنعلم الاورتوغراف لونجلي بحكم مسار لونجلي علمت بالطريقه وجاو عندي الدراري كاملين كيقراو معاه وبنات وكلهم حسوا بهذاك العطف ديال الاب كنت منيت لو انا باب ديال اللعب معايا عرفتي كلشي تجمع عليا دابا انا المحبه ديال الاطفال تجاهي كنعطيهم الخاطر ما كاينش بعض الاباء الاخرين كنطالب ان الاباء المشكل دابا انت عندك واحد المحبه كما قلتي على اللسان التفاعل عندك محبه مع الاطفال اللي كتقريهم ولكن ناقص من واحد الحاله ندير واحد ديال واحد البنيه اللي هي بنتي من كبدتي نشوفها من مره في السيمانه حكم لي الاحد ونس وحيدوا لي حق نصف العطل اللي عمرها ما دارت في التاريخ دابا القضاه في بعض كل مدينه كيحكموا بطرقهم في البروج ما غاديش نطعنوا في القضاه ولا في المصداقيه ديالهم حاشا التفاصيل ديال القضيه ديالك لا لا في نقاش هذا النقاش كان في مؤتمر عادي قال لك كل واحد وكيفاش كيحكم كان كيفضل يكون واحد شويه تحديد المراه والراجل كيكونوا متفاهمين نورمالمون ما متفاهمناش حتى انت كطليق ديال هذه السيده الا سولنا الطليقه ديالك غتعطي روايه اخرى وغتقول باللي انت راه ممكن عندك شي اشكال معها اللي انت تقدر تكون ما ذكرتيش دابا لا حق الرد وارد انا قلتها لها شحال مره قلت لها علاش ما تمشيش شتي تهضري وتقولي الراي ديالك تقول لكم شلا كما قالت في مذكره المحامين انا السيد مصاب بالدهان عنده بسيكوز راسو المهدي المنتظر كذا فما هادشي ما كاينش منه انا اصلا علاقتك مع الزوجه كانت جيده كانت جيده جدا عملت خلال الواجبات ديالك قبل الطلاق معنا نعم قبل الطلاق وكنت بدون مشاكل فاش دخلنا للتعليم بجوج انا كنت دخلت قبل منها في 2014 دخلت في 2016 دول الاستاذات كيعمروها ولا انا مدير ما نقولوش الاستاذات كيعمروها دابا حيت هذه فكره ديالك هي كتجي كانسانه ناضجه راه ما يمكنش غيجي واحد ماشي كتاثر بسهوله برده فعل الاستاذات او بعض دابا باغ اكزومبل المدير ديالها مشهود عليها قال لها انت حل الصفه ديالو ديري فرض في بلاصتو انا ما حملتش هذه القضيه ان تلامذي نقزوني ان يجيو عندي انا ويعتذروا مني وداروا الفرض مع استاذه اللي هي الزوجه ديالي النقطه هي فايده الكاس نوعا ما نتمناو خير ونتمناو نتمناو الود يعود المحاكم وانا درت دعوه لان ما كاينش تصنت لي واش بنتي خلاها كتاذى هذا هو علاش انا التجأت المحكمه والتجأت المحكمه اللي كنطلب منهم ياخذوا لي حقي انا خديت ثلثيات ظلما وخديتهم وخذوا شب السيديه وما درتيش شي حاجه ما يمكنش لا السيدي ما قراوهاش والكاميرا خطفاها ما درتيش شي حاجه وغتحكم راه درت لايف مع منبر اخر فاش كان وقع الاعتداء وشافوا هذاك الشيء وهذاك الشيء ما خداوش به ما خداوش المهم راه عندي دلائل غنمشي للسي عبد النبوي غنمشي عند السي الداكي راه عندي ان شاء الله غنمشي للرباط ناخذ حقي ان شاء الله يكون في اقرب الاجال نتمنوا يعني كما قلتي انت استاذ ويا استاذه لما لا كان فيها خير انكم ترجعوا وتجمعوا مع بعضياتكم قبل ديك البنيه خير انا من هذا انا كنقول لكم انا باغي نرجعها ماشي هكذاك على وجه البنيه فهمتي ماشي زعما الامور ما تفهمتوش وما تخديتوش هذيك البنيه انت دير الواجب ديالك وهي راه كأم
وكحاضنه راه غادي الواجب ديالها، والله يدير فيها الخير ونتمنى يا ربي امين ربي يفرجها ونكتفي بهذا القدر المشاهدين. شكرا شكرا لكم بزاف.